مساء الخير يا جماعة، عاملين ايه؟ هنشوف في الفيديو ده الميكانيزم بتاع السبستيتيوشن رياكشنز. اولا ايه هي السبستيتيوشن رياكشنز او ايه هي انقسماتها؟ السبستيتيوشن رياكشنز ديت يعني تفاعلات الاستبدال. تفاعل الاستبدال يعني لو دلوقتي هاجمنا بنيوكليوفايل او الكتروفايل، ده كده بيعتبر تفاعل الاستبدال. فعشان كده هنلاقي نوعين، في النيوكليوفايل سبستيتيوشن وفي الالكتروفايل سبستيتيوشن. ده هنا هيبقى اسمه اس ان وده اس اي عشان الكتروفيليك سبستيتيوشن. الريت بتاع الرياكشنز دي او المعدل بتاعها بيعتمد على التركيز بتاع يا اما بيعتمد يا اما على الكونسنتريشن يا اما بتاع السبستريت او النيوكليوفايل او الاثنين مع بعض. طيب النيوكليوفيليك سبستيتيوشن رياكشن اللي هي الاس ان بتنقسم لنوعين، في الباي مولوكيولر اللي هي الاس ان 2 وفي اليوني مولوكيولر زي الاس ان 1. الباي مولوكيولر ديت ليها خصائص او ليها حاجات بتشتغل بيها مش بتشتغل بيها الاس 1، كل واحده فيهم ليها ميكانيزم معين، كل واحده فيهم يعني حيثيات التفاعل بتاثر عليها غير ما بتاثر على الثانيه. طيب عشان نبدا لازم نبقى عارفين بعض المصطلحات او لازم نبقى عارفين بعض الحاجات اللي هنبدا بيها هنشتغل بيها دلوقتي، وهي اللي بتبقى موجوده كلها في حيثيات التفاعل. طيب في هنا الليفنج جروب اللي هي المجموعه المغادره، وفي الالكتروفايل او السبستريت بنسميه غالبا السبستريت دي الماده المتفاعله، وفي النيوكلوفايل ده النيوكلوفايل اللي هو اللي هيهاجم، عشان احنا دلوقتي هندرس النيوكلوفيليك سبستيتيوشن مش الالكتروفيليك، فهندرس النيوكلوفيليك هندرس اللي هو الايه الهجوم النيوكلوفيلي. وبعدين بعد السبستيتيوشن النيوكلوفايل بيروح هنا كده والاكس بتطلع على جنب. طيب هو قلنا بينقسم لحاجتين، للباي مولكيولر واليوني مولكيولر. طب هناخد الاول الباي مولكيولر اللي هو بيحصل اللي هو يعني ايه ثنائي الجزيء. طيب ده اهم حاجه بتميزه ايه؟ اهم حاجه بتميز ده ان هو بيتم على خطوه واحده، هو اسمه باي مولكيولر بيتم على خطوه واحده. بيتم على خطوه واحده ازاي؟ بوند از بروكن وبوند ثانيه فورمد، يعني الاثنين مع بعض، واحده بتتكسر وواحده بتتكون. فعشان كده برضو بيوصل لحاله بتبقى اسمها ترانزيشن ستيت، بيوصل لحاله انتقاليه هنشوفها دلوقتي. الاثنين بيحصلوا مع بعض سيمولتانيوسلي، بيحصلوا في نفس الوقت. وبيعملوا ايه كمان؟ بيعملوا برضو في الاستيريو كيمستري بتاعتها او في الكيمياء الفراغيه كده بتاعتها، نلاقي ان ايه حصل انفيرجن للكونفجريشن، بنلاقي التوزيع بتاعه حصل ايه، حصل كونفيرجن. يعني مثلا هنا الاكس واي زي هنلاقي هنا حصل عكس، عامله زي ايدينا كده واحنا حاطينهم جنب بعض، نلاقي كل ايد صوابعها في عكس اتجاه الثانيه، عامله زي ايه حاطينهم جنب مرايه كده. حتى بيبقى اسمهم انانشمرز برضو، المواد العضويه اللي هي بتبقى زي كده، بس احنا هنا هنقول ايه، هنقول ان هما بيحصل لهم انفيرجن كونفجريشن اراوند ذا اتاكين كربون اتوم. النيوكليوفيليك سبستيتيوشن رياكشن بتحصل لما بيكون في النيوكليوفيل اللي هو ايه، اللي هو عنده غني بالالكترونات، بنلاقيه ايه، بنلاقيه عنده شحنه سالبه غني بالالكترونات، بيهاجم او بيتفاعل مع كربونه مشبعه بتكون اسمها السبستريت او الالكتروفايل، بتكون ايه اتاتشد تو ان الكترونيجاتيف جروب، بتكون موجوده مع ايه، مع الليفنج جروب ديت، بتبقى ايه، بتبقى سالبه الشحنه، زي مثلا الكلور البروم اليود الاكسجين، ده هي دي اللي بيحصل معاها الهجوم النيوكليوفيلي. ده الجنرال ميكانيزم بتاعها او ده يعني ايه الميكانيكيه اللي بتحصل في التفاعل. بنلاقي هنا النيوكليوفيل النيوكليوفايل هنا بيهجم كده، فنلاقي الليفنج جروب بتطلع في نفس الوقت الهجوم، نلاقي ايه، نلاقي النيوكليوفايل هو اللي بقى موجود جوه البرودكت ونلاقي الليفنج جروب طلعت بره. هناخد دلوقتي بشكل عام بس كده، هناخد ايه وبعدين هنفصلهم، هناخد تاثير كل حاجه، هناخد تاثير النيوكليوفايل، هناخد تاثير هل له تاثير ولا لا، ازاي امتى بيأثر وكده، هل تاثيره قوي ولا ضعيف، هناخد السبستريت اللي هي الماده المتفاعله، هناخد الليفنج جروب، وهناخد برده السولفنت، الاربع الحاجات دي هناخدها، وهنشوف برده الستيريو كيمستري بتاعتها وكل حاجه. طب النيوكليوفايل ده اللي هو ايه؟ النيوكليوفايل دوت عباره عن ايه اصلا كده في الاساس، نعرفه كده بس بشكل عام. هو عباره عن كلمه يونانيه يعني النيوكليو اللي هي النيوكليوس، فايل اللي هي لافر، يعني نيوكليوس لافر
اللي هو محب للنواة، بتبقى مادة محبة للنواة، بتبقى إيه؟ بتروح تنجذب للنواة، هي اللي هي إيه؟ بتروح تنجذب للنواة اللي هي عندها شحنة موجبة، ليه؟ عشان هو عنده شحنة سالبة، هو strongly charged، هو negatively strongly charged بالإيه؟ يعني إيه؟ مشحون شحنة سالبة كتيرة، فهو عايز إيه؟ عايز يهاجم حاجة موجبة أو محب للنواة، رايح ناحية النواة. بما إن النيوكليوفايل هو اللي بيحدد، بيبقى موجود في اول خطوه خالص لازم نهجم بيه في ال rate determining step، فيبقى عشان كده احنا سميناها ايه، عشان كده سميناها باي مولكولر، لانه بيعتمد على حاجتين، بيعتمد على السبستريت وبيعتمد في نفس الوقت على النيوكليوفايل، فهنا سميناها باي مولكولر، ثنائي الجزيئيه الاثنين هنا مع بعض. فهيكون مهم جدا، يعني هو بما ان هو كده يعني، فهيكون مهم جدا ان هو يكون ايه، يكون قوي. كل ما يكون قوي، كل ما يكون النيوكليوفيل قوي، كل ما هيزيد من سرعة ال SN2، وكل ما التفاعل هيفضل ان هو يمشي بالميكانيزم بتاع ال SN2 عن ال SN1. يبقى كده عرفنا ان النيوكليوفيل مهم جدا بالنسبة لتفاعل ال SN2، لان هو ما بيمشيش غير من خلاله، لازم الاول او ال rate determinating step بتمشي بالنيوكليوفيل، لازم يبقى هو موجود في البداية علشان يحصل اصلا ال SN2، والا لو ما حصلش هيبقى اس ان 1، لو ما حصلش في البدايه خالص في الريد ديترمينيتنج ستيب ما حصلش النيوكليوفايل هيبقى اس ان 1. طب في اكزامبل على كده، ممكن نشوف دلوقتي الميكانيزم بتاع التفاعل ده، هنلاقي انه ايه، هنلاقي ان هنا بيحصل كده، ده النيوكليوفايل اهو بيهاجم اهو ده كده بالسهم كده، ونلاقي ايه، الكلور بيطلع، وفي نفس الوقت هنا يعني بيحصل هنا بوند فورمد وبوند بروك، بوند بروكن، واحده بتتكسر وواحده بتتكون في نفس الوقت، في نفس الوقت ده بيبقى ايه، وقتها بيبقى الكربونه مربوطه عندها 5 روابط، فدي بتبقى حاله غير مستقره، بنسميها ترانزيشن ستيت، بنحط كده عليها ايه، بنحط عليها البوزيتيف، هتطلع بعد كده ايه، هتطلع لنا بعد كده ده هيفضل مرتبط، ودي هتطلع بره، بره التفاعل ده كده ال SN2. السبستريت بقى اللي هي الماده المتفاعله هناخدها دلوقتي، يعني هناخد دلوقتي هو بيفضل انه علشان يحصل اس ان 2 بنفضل ان يكون الكربونه ما عليهاش زحام فراغي، ما عليهاش زحام، يعني ما عليهاش ستريك هندرنس عليها ايه، يعني الكربونه يكون حواليها مثلا ايه، يكون اللي حواليها عباره عن اتشات بس، ما يبقاش حواليها كربونات تانية، يعني يفضل انها تكون كربونه اوليه، تكون برايمري كربون، او تكون ميثل، هنا هنا ميثل، بعدين دي برايمري كربون، دي سكندري كربون، تيرشري كربون دي عليها زحمه كبيره، يعني هنلاقي كربونه كده، هنلاقي ايه، هنلاقي حواليها فوق وتحت وفي الجنب، هنلاقي عليها حواليها كلها في تزاحم عليها، فبيبقى صعب. فاحنا في وقتها ايه، وقتها ممكن نفضل الاس ان 1، لكن هنا في الاس ان 2 احنا عايزين ايه، مش عايزين زحمه. ليه الزحمه؟ احنا عايزين ايه، عايزين حاجه فاضيه كده علشان ايه، عشان النيوكليوفايل يعرف ان هو يهجم، عشان يلاقي مكان يهجم فيه. ده بالنسبه للسبستريت. الليفنج جروب عندنا ثالث حاجه لازم نعرفها دلوقتي، الليفنج جروب، الرابطه دي علشان تتكسر في الريد ديترمينينج ستيب، او اللي هو لما عشان تعمل ترانزيشن ستيت، لا بتعتمد على طبيعة الليفنج جروب، أو بتعتمد على المادة المغادرة، على المجموعة المغادرة. لو المادة المغادرة دي كويسة جدا، ممكن ال SN1 هو اللي يحصل. ليه بقى؟ دلوقتي احنا واحنا والنيوكليوفايل هنا بيهجم، دلوقتي والنيوكليوفايل بيهجم، احنا محتاجين ايه؟ في بوند فورمد وبوند بروكن. احنا عايزين ايه؟ عايزين ان هو مش لما النيوكليوفايل يجي يهجم نلاقي الليفنج جروب مشيت على طول، لا احنا مش عايزينها جود، مش عايزينها تمشي على طول، مش عايزينها تبقى جود كده ان هي نيجي نهاجم نلاقيها مشيت. احنا عايزين نوصل لحاله الترانزيشن ستيت اللي هي الاثنين هنا موجودين هنا كده مع بعض، فدي احنا عايزين نوصل لها، فعايزينه يبقى ببطء شويه، فعايزينه ايه؟ عايزينه بور، عايزينه بور ليفنج جروب ماسك كده، يعني ماسك مش بيسيب بسهوله، فعايزينه بور ليفنج جروب مش عايزينه جود. السولفنت، السولفنت دلوقتي له انواع، في مثلا ممكن يبقى السولفنت ده، ما احنا دلوقتي علشان عشان نعمل التفاعل محتاجين النيوكليوفايل، محتاجين السبستريت، محتاجين الليفنج جروب،
محتاجين برضو السولفنت، ما احنا لازم ندوب. ممكن مثلا يبقى الماده دي تبقى عباره عن بودره، ما فاحنا المفروض ان احنا ندوبها في حاجه الاول، او ندوب النيوكليوفايل ده الاول عشان يعرف ان هو يهاجم، عشان يعرف يهاجم جوه الماده المتفاعله ديت ويبقوا جوه حيز تفاعل. كل ما كانت بولر ابروتيك، هنعرف دلوقتي بعد كده برضو يعني ايه ابروتيك، السولفنت هتبقى احسن بالنسبه لتفاعلات الاس ان 2، هيقويها اكتر او هيحسن اكتر من سرعتها، وهي مفيد اكتر، هيبقى احسن بالنسبه للاس ان 2. لكن لو كده ممكن يبقى اس ان 1، لو نون بولر اصلا فمش هيحصل اصلا، هيبقى صعب جدا ان هو يمشي بالميكانيزم بتاع الاس ان 2. طب الاستيريو كيمستري، عايزين نعرف ايه اللي بيحصل في الكيمياء الفراغيه بتاعته لما النيوكليوفايل بيهاجم في تفاعل الاس ان 2. بيحصل بيهاجم في الاوبوزيت سايت، يعني دلوقتي ايه دلوقتي ده السبستريت كله اهو، هو لما بيجي يهاجم طبعا مش هيهاجم من الناحيه اللي فيها البروم، مش هيهاجم من لان هي فيها شحنه سالبه، وهو بيروح في ال... بي... بي... يعني ايه مش هينفع يروح في اتجاه نفس الشحنه، فهو هيروح يهاجمها في اتجاه المعاكس للليفنج جروب دي. نتيجه لكده بنلاقي اللي بيحصل انفيرجن للكونفجريشن، بنلاقي ايه بنلاقي كل واحده هنا بنلاقيها راحت للتانيه، بنلاقي ايه بنلاقي الاتش يعني زي اللي قلنا عليها في البدايه خالص ان هو بيحصل انفيرجن كونفجريشن، بنلاقي الاتش دي كده اللي هي بخط واحد اللي هي راحت هنا، اللي عليها ويدج بنلاقيها راحت للناحيه التانيه، اللي بنلاقيها داش داش بنلاقيها راحت للناحيه التانيه، يعني اللي كانوا على الشمال بنلاقيهم على اليمين، بيحصل ايه زي تماثل كده اللي هو ايه قلنا عليهم بيبقى اسمهم انانشمرز. طيب بيبقى اسمه برضو ايه اسمه والدن انفيرجن اللي بيحصل ده، بيبقى حوالين الكايرال سنتر، كايرال سنتر دي اللي هي ايه اللي هي الكربونه اللي حواليها كل السبستيتوينتس المرتبطه بيها بيبقوا مجاميع مختلفه، دي اسمها كايرال كربون. لو كربون عليها يعني سبستيتوينت متكرر مرتين دي ما اسمهاش كده كايرال كربون. طب ايه هو الباي موليكولار رياكشن، يعني ايه التفاعل الباي موليكولار ده، بيعني ايه، بيعني ان الديترمينيتنج ستيب بيتم ما بين محيطين، النيوكليوفايل، او بيتم بين حاجتين هما النيوكليوفايل والاورجانيك سبستريت، بيتم بالاثنين دول، لازم الاثنين دول يبقوا موجودين في الريت ديترمينيتنج ستيب. فكده عندنا حاجتين موجودين في الريت ديترمينيتنج ستيب، عشان عندنا حاجتين في هما اللي بيشتركوا في الريت ديترمينيتنج ستيب اسمه باي موليكولر، ثنائي الجزيئيه. هيساوي ايه اللي هو سرعه التفاعل او معدل التفاعل، هنساوي الكي في التركيز بتاع الار في اللي مرتبطه بالليفنج جروب في تركيز النيوكليوفايل، هنضرب التركيزات دي كده في بعض في الثابت بتاع التفاعل. دي الحاله العامه في لاي للي بيحصل يعني في الرياكشن كوردينيت، بنلاقي هنا الاس ان السبستريت والنيوكليوفايل، بيحصل هنا يعني بيكتسبوا هنا اكتيفيشن انرجي، بيوصلوا لحاله الترانزيشن ستيت، بعدين يبداوا يفقدوا تاني الطاقه ديت كده ويوصلوا لايه لحاله برودكتس اللي هي هنا نلاقي النيوكليوفايل، نلاقي الار ثابت ال جي نلاقيها ثابتها وارتبطت بالنيوكليوفايل، دي حاله الاس ان 2. كسمري كده يعني عشان نلخص، يعني المفروض ايه الباث واي بتاع اغلب الانظمه في ال SN2 بتفضل ال poor living groups، عايزاه ان هو يسيب يعني ايه محتاجه poor living group ان هو يعني ايه حاجه يعني الماده المخدره تبقى متمسكه جامد ما تمشيش بسهوله، لو مشيت بسهوله يبقى ده كده حاجه ثانيه يبقى ده SN1. وبرده بتفضل ال primary وال secondary substrates، tertiary لا tertiary كبيره شويه، tertiary اللي هو هنلاقي عليها زحمه كبيره، لو tertiary اللي هو يعني الكربون مرتبط بيها ثلاث مجاميع تانية غير الهيدروجين، فلا ده كده زحمه يعني صعب قوي ان هو ايه صعب قوي نمشي بالاس ان 2. وبتحتاج سترونجر نيوكليوفايلز، النيوكليوفايل بيفرق او بيفرق، محتاجين ايه محتاجين سترونجر نيوكليوفايل عشان يهاجم كويس، لان هو بيبقى موجود في الريت ديترمينيتنج ستيب فاحنا محتاجينه كويس. هناخدهم دلوقتي كل حاجه بالتفصيل ونعرف يعني ايه في كل الحاجات اللي شفناها ديت اللي هي النيوكليوفايل والسبستريت والليفنج جروب والسولفنت. الناتشر ايه هي طبيعه النيوكليوفايل، دي كلها فاكتورز بتاثر على تفاعل الاس ان 2. طب الناتشر بتاع النيوكليوفايل ايه هي طبيعه النيوكليوفايل، النيوكليوفايل دوت قلنا قبل كده قلنا يعني نيوكليوس لافر، بيعبر عن ايه عن ميل ميله لل ميل
المادة اللي عندها الكترونات كتير اللي هي النيوكليوفايل ان هي تروح تجاه البوزيتيف نيوكليير تشارج اللي هي ايه، اللي هي بور سبيشيز اوف اللي هي اسمها الالكتروفايل. ده يبقى النيوكليوفيليستي بقى عبارة عن ايه؟ مصطلح النيوكليوفيليستي ده بيعبر عن ايه؟ عن قدرة النيوكليوفايل على التفاعل. ممكن برضو نعبر عنه بايه؟ ممكن نقول ان هو قدرته على قدرة النيوكليوفايل على الالكترونات بتاعته، قدرة النيوكليوفايل على ان هو يعني ايه، كل ما كان عنده الكترونات اكتر، كل ما كان عنده الكترونات اكتر متاحة، كل ما هيكون نيوكليوفيليك سيستم. الفيرست ستيب المفروض ان هي يعني كخطوة اولى كده المفروض ان احنا بايه، بنحدد النيوكليوفيليك سنتر. في النقطة دي هنقول ان النيوكليوفايل ده عنده ايه، هنعتبر ان النيوكليوفايل ده عنده لون بير، نو لون بيرز، يعني عنده ايه، عنده زوج، عنده ازواج حرة. ان مي بي انايونيك، يبقى اول حاجة يفضل ان هو يبقى يعني المفروض ان هو يبقى عنده، المفروض ان هو يبقى عنده ازواج حرة. تاني حاجة ممكن يبقى انايونيك، وده هيبقى افضل لو هو عنده شحنة سالبة لو هو انايونيك، غير لو هو مش انايونيك زي كده زي ده. برضو ممكن ايه تاني نعتبره نيوكليوفايل، ممكن السي دبل بوند سي ديت لما يكون في الكترون دنسيتي في حته معينه فيها، يعني نلاقي فيه كثافه الكترونيه في حته فيها، هيعتبر برضو نيوكليوفايل لان في كثافه في الالكترونات في جهه اكتر من التانية، هنسميه برضو نيوكليوفايل. طيب دي كده ايه، دي مجموعة كده الأهم النيوكليوفيلات، دي طبعا أقواهم عشان هي عليها شحنة سالبة. هنا هنلاحظ إن ده أقوى من ده، اللي هو كله يعني في أغلب الحاجات اللي هي العناصر اللي زي بعض هنلاقي إيه، هنلاقي إن اللي عليها شحنة سالبة هتكون هي النيوكليوفايل أقوى. طيب إيه هي بقى النيوكليوفيلستي، يعني إيه هي مصطلح النيوكليوفيليستي ده مقارنة بالبازيستي، هنقارن بالبازيستي. طب عندنا كده الجدول الدوري، دي بقى حتة مهمة جدا، عندنا الجدول الدوري من الشمال لليمين في الصف الواحد، يعني مش في المجموعة، الصف اللي هو ايه، الصف اللي هو بيبقى من الشمال لليمين او اللي هو بيبقى يعني افقي، المجموعة دي اللي هي بتبقى الرأسية في الجدول الدوري. طيب across the row of the periodic table هنلاقي ان النيوكليوفيليستي او اللون بير دونيشن، مشاركة أو إعطاء التبرع باللون بير بتاع الكربون أعلى من النيتروجين، أعلى من الأكسجين، أعلى من الفلور. إذا كده عرفنا إن كل ما بتزيد السالبية الكهربية كل ما بتقل النيوكليوفيليستي، كل ما بيبقى يعني كل ما بنزود السالبية الكهربية كل ما بيبقى وكل برضو ما بيصغر برضو الراديوس برضو بتاعها كده فوق، كل ما بن إيه كل ما بتقل النيوكليوفيليستي. ده نفس الاوردر للبازيستي، ده هيبقى ايه، هيبقى نفس الاوردر للبازيستي، يعني القاعدية فوق بتقل من الشمال لليمين، نفس النظام بالنسبة للنيوكليوفيليستي. طيب لو هنيجي نقارن نفس السنترال اتوم اللي عندها هاير الكترون دنسيتي، اللي عندها كثافة اكتر في الالكترونات، هنكون كده زودنا النيوكليوفيليستي. يعني لو مثلا يعني النيوكليوفايل هيكون بيتر، لو اللي هو الانايون هيكون احسن من النيوترال. ليه؟ عشان عنده النيجاتيف شارج دي. ده نفس برضو الاوردر للبازيستي، نفس النظام ده بينطبق برضو على البازيستي. طيب within a group بالنسبة للمجموعة بقى اللي هو لما ننزل بقى ايه من فوق لتحت in the periodic table في الجدول الدوري، لما نزود البولارية، البولارية دي اللي هي ايه، اللي هي يعني قدرته على الارتباط ببعضه of the nucleophile as you go down، كل ما ننزل تحت a group enhances the ability to form the new، هيبقى سهل اكتر بالنسبة له او هيحفزه اكتر ان هو يكون ال CX bond، هيبقى سهل اكتر ان هو يكون ال CX bond، فكده هتزيد النيوكليوفيليستي. معنى كده ان هتزيد النيوكليوفيليستي، معنى كده ان الاي عشان ده تحت خالص اعلى من البروم، اعلى من الكلور، اعلى من الفلور. ليه؟ لان عنده البولاريه، عنده ان هو يكون وهو بيهاجم، عنده ان هو يكون مع الكربونه،
فسهل جدا بالنسبه له ان هو يكون، فهيطرد حاجه منها، هيطرد الليفنج جروب منها ويكون معاها بكل سهوله. The electron density of larger atoms is more readily distorted، يعني polarized، بتكون polarized بسهوله. Since the electrons are further from the nucleus، دي بتكون ايه؟ بيقول هنا ايه؟ know that is the opposite order to the basicity. هنا في الحاله دي بتكون معاكسه للقاعديه، بتكون معاكسه للبازيستي. يعني كل ما يعني ايه؟ كل ما بننزل تحت، كل ما الاسيديتي هي اللي بتزيد، كل ما البازيستي بتقل، غير النيوكلوفيليستي بتزيد من فوق لتحت. دي بعض النيوكلوفيلات. دي فيري جود، هنلاقي ان هي فيري جود عشان عليها الشحنه السالبه، وعلشان تحت في الجدول الدوري زي اليود كده. دي جود يعني الى حد ما عليها برضه شحنه سالبه. هنفضل ننزل، ده معقوله، دي ضعيفه، دي ضعيفه جدا. برضه نحاول ان احنا يعني ايه نحفظ دول، او نبقى عارفينهم كده، نبقى عارفين انه اعلى من الثانيه وكده، نبقى عارفين ترتيباتهم، يعني مين اقوى من مين، مين النيوكلوفايل الاقوى من الثاني وكده. النيوكلو في فرق هنا بين النيوكلوفيليستي والبازيستي. النيوكلوفيليستي لما بيجي يهاجم هنا كده، بيهاجم الكربوكاتاين وبعدين بيلزق هنا كده فيه، او بيرتبط بيه كده بالطريقه دي. لو هنمثلها اكتر كده بالليفنج جروب، هنلاقي ان الليفنج جروب بيطلع، النيوكلوفايل بيهاجم، وفي نفس الوقت سيمولتانيوسلي. القاعديه عباره عن ايه؟ بنلاقي هنا ان عندنا هنا مركب هنا ايه بيهاجم، بيبقى ايه، بيبقى يعني بياخد البروتون ده، بياخد البروتون من بيكون اخده من الاسيد، فده البازيستي، وبيرتبط كده بيه بالطريقه دي، نفس الطريقه في الميكانيزم كده. هنا بالطريقه دي هنلاقي ايه، هنلاقي هنا البي دخل ونلاقي الاي طلعت، فاكتسب البروتون. طيب الناتشر اوف سبستريت كده، عرفنا اول حاجه فيهم وهي النيوكليوفايل. دلوقتي هنعرف طبيعه السبستريت اللي هي الماده المتفاعله. الاكتيفيشن انرجي بتاع الترانزيشن ستيت كل ما بتزيد، كل ما بتزيد، كل ما معنى كده انه ايه، بكل ما معنى كده ان في زياده اكتر في الزحمه الفراغيه، في الستريك هندرنس. ف while the reaction rate decreases، فهنلاقي ان ايه، لما بيحصل تزاحم فراغي بنلاقي ان الريت بتاع الرياكشن بيقل، سرعه التفاعل بتقل. فمعنى كده لما هنيجي نرتبهم ايه اللي هيحصل، الكربونه الاوليه اللي هي ما عليهاش اي زحمه هتبقى اعلى بالنسبه للاس ان 2، هتبقى اعلى من الكربونه الثانويه، هتبقى اعلى من الثالثيه وهكذا. هنلاقي هنا مجموعه الميثايل، هنلاقيها دي اعلى واحده، اعلى من البرايمري، اعلى من السكندري، اعلى من التيرشري وهكذا بالنسبه للاس ان 2. طيب بالنسبة للسكندري والترشري الكايل كومباوندز، ال اس ان 2 رياكشن هيكون ايه؟ غالبا هيكون eliminated by the اس ان 1 رياكشن. لكن بالنسبة للبرايمري، في دي يعني متأكدين ان هي خلاص برايمري معروفة، او ميثل او برايمري معروفة ان هي هتبقى اس ان 2، لان هي ما عليهاش اي زحمة، فهتتم بطريقة بالميكانيزم بتاع ال اس ان 2. برضه ال SN2 reactions of the allylic benzylic systems are also increased due to the resonance in TS اللي هي transition state. بيحصل حالة رنين، فدي بتزود أكتر برضه من ال SN2. عايزين نشوف مثال دلوقتي على الستريك هندرنس، أو إيه اللي بيحصل في التزاحم الفراغي ده. هنا دي هنا CH3Br، ودي هنا دي هنا ميثيل بروميد، دي ايثيل بروميد، دي ايزوبروبيل بروميد، دي تيرشلي بيوتيل بروميد. ايه اللي بيحصل هنا؟ دي هنا عليها واحدة بس، فنلاقي هنا ايه؟ الباك سايد بتاع الالفا كربون نلاقيه ايه؟ نلاقيه انهندرد، يعني يعتبر انهندرد. هنا ايه؟ سلايتلي هندرد، لأن هنا زاد. هنا عليه زحمة، دي بقى الزحمة اللي بنتكلم عليها، دي الزحمة اللي هو بسببه النيوكلوفايل لما يجي يهاجم مش هيعرف يهاجم. دي هنا بقى ايه، ده هنا دي عشان هنا سكندري. بالنسبه للترشري ففي هنا يعتبر بلوكت، بلوكت خالص. ما النيوكليوفايل هيدخل منين؟ مفيش. هيدخل ازاي للالفا كربون؟ مفيش. فيعتبر هنرتبهم بالطريقه دي، الميثيل اعلى من البرايمري، اعلى من السكندري، اعلى من الترشري. تالت حاجه هنفصلها برضو دلوقتي وهي الليفنج جروب، بنرمز لها بالال جي، ليفنج جروب. ليفنج جروب دي بتبقى الذره او مجموعه الذرات اللي هي بتستبدل as a stable species taking with the bonding electrons. Typically
الليفنج جروب بيبقى انايون، بيبقى عليه شحنة سالبة كده زي الكلور، اور نيوترال مولكيول، او ممكن يبقى ده يعني ممكن يبقى جزيء متعادل او ممكن يبقى سالب كده ويبقى انايون. بنعرف ازاي ان هو ليفنج جروب حلو، ان هو ممكن يسيب بسهولة. هو لو ليفنج جروب حلو قلنا مش هينفع للاس ان 2، قلنا هيبقى صعب يبقى اس ان 2 او ممكن يبقى اس ان 1، بس نعرف ازاي ان هو اصلا حلو او وحش؟ نعرف ازاي؟ زي ما دلوقتي برضو من شويه عرفنا النيوكليوفايل، ازاي نقدر نعرف هو حلو ولا وحش، هو قوي ولا ضعيف؟ فبرضو ازاي نقدر نعرف الليفنج جروب؟ الجود ليفنج جروب بنحددها ان هي بتكون الكونجكت بيس بتاع سترونج اسيد. بتكون الكونجكت بيس يعني ايه؟ يعني اسيد بس فقد البروتون بتاعه، بنسميه كونجكت بيس. فبيكون كونجكت بيس بتاع سترونج اسيد، لما كان اسيد كان قوي، كل ما كان اسيد اقوى، كل ما معنى كده انه كان ليفنج جروب اقوى، او ان هو يعني ايه ليفنج جروب احسن، يعني بيسيب بسهوله. ده here is a table classifying some common living groups that we will eventually. ده هنا بعض، ده هنا جدول بيحدد بعض الليفنج جروبس اللي احنا ايه اللي احنا هناخدها. دي هنا excellent، دي بعض الليفنج جروب هنا ممتازه، دي فيري جود، دي جود، دي فير بور، دي فيري بور اللي هي تفضل يعني ايه ماسكه جامد مش راضيه تسيب، وغالبا دي هتبقى اس ان 1، لا دي هتبقى اس ان 2 لو هي مش راضيه تسيب، او اللي هي ماسكه جامد اللي هي بور ليفنج جروب دي كده اس ان 2. لو بتسيب بسهوله زي اللي فوق كده ده كده تنفع مع الاس ان 1. ايه الفرق ما بين اللي يعني عايزين نعرف برضه الاسيد ازاي بيبقى كونجكت بيس وكده؟ الاسيد قلنا ان هو ايه بيفقد البروتون فبيتحول لكونجكت بيس، ده هنا الاسيد لوز ذا بروتون يتحول لكونجكت بيس. البيس برضه لما يعني بتكتسب البروتون بتتحول لكونجكت اسيد، بس احنا هنا لينا دعوه بالايه بالكونجكت بيس. طيب الافكت اوف سولفنت، عندنا دلوقتي تاثير المحلول او تاثير المذيب، تاثير المذيب احنا عرفنا ان هو محتاج ابروتيك سولفنت، وقلنا هنشوف بعد كده ليه هو محتاج الابروتيك سولفنت وايه الفرق بينها وبين البروتيك سولفنت. بدايه كده بروتيك، ابروتيك الاثنين يعني بولر قطبيه، لكن النون بولر دي يعني ما لناش علاقه بيها، لان هي اصلا ايه يعني النون بولر دي مش بتدوب اصلا، مش يعني ايه مش هتدوب النيوكليوفايل، مش هتخليه ان هو يبقى ايه، احنا محتاجين حاجه ان هي تدوب النيوكليوفايل ومن غير ما يحصل روابط هيدروجينيه. فهنلاحظ ان هنا بولر، البولر معنى كده ان هو ايه، معنى اللي هي المذيبات السايله اللي بيبقى عندها يعني ايه ذره هيدروجين ممكن تبقى ان هي مغادره، فلما هتغادر ممكن ان هي تعمل الهيدروجين بوند. دي العكس بتاعها، دي اللي هي ايه بتفضل يعني ماسكه شويه في الهيدروجين اتومز، not contained dissociable هيدروجين اتومز. طب البولر هنا ابيليتي بتاع الاتش بوند دونر، ده هو ده اللي هيعمل الهيدروجين بوند، لكن هنا ده بيبقى ما عندوش قابليه او ما عندوش قدره ان هو يعمل الهيدروجين بوند. ده عنده خاصيه حامضيه، ده ما عندوش الخاصيه الحامضيه، ده بيبقى غني بالان اتش والاو اتش بوندز، ده فقير جدا بالان اتش والاو اتش بوندز. ده بالنسبه دي حاجه برضو كده يعني ايه تفصيله يعني او نقطه فيزيائيه كده، ده بيبقى عنده الكتريكال داي الكتريك كونستانت بيبقى هاي، بيبقى هاي عنده، لكن ده بيبقى لو الكتريكال داي الكتريك كونستانت. ده بيفضل بالنسبه للبولر بروتيك بيفضل الاس ان 1 لان هو بيكون روابط هيدروجينيه، دي هتعمل ايه يعني هتعمل زحمه بالنسبه للنيوكليوفايل مش هيعرف ان هو يهاجم. هنا prefer to undergo بالنسبه بقى للابروتيك اللي قلنا عليها ان هي هيفضلها الاس ان 2، الاس ان 2 هيفضل الابروتيك. ليه؟ لان مفيش روابط هيدروجينيه هتتكون، فمفيش زحمه هتحصل، او مفيش يعني ايه النيوكليوفايل هيعرف يهاجم على نفسه. ده مثال زي الميثانول والووتر اسيدز، ده الاسيتون او الدي ام دي ام اف والدي ام اس او اللي هي المركبات دي، ديميثيل سلفوكسيد و ان ان ديميثيل فورمايد. النون بولر قلنا ايه زي مثلا البنزين اسمه رباعي الكلور الكربون اللي هو عليها اربع كلورات، الان هكسان ما مش هتدوب النيوكليوفايل، فهيبقى بطيء جدا، هنلاحظ ان التفاعل بطيء جدا. زي كده برضو في حالة البولار سولفنت لما تكون ايه لما تكون بروتيك.
بيبقى صعب ان هو ياتاك. ده هنا برضو يعني ايه مثال كده او توضيح للشكل اللي بيحصل. دي الهيدروجين بونز اللي بتتكون، فلما بتتكون بنلاقي حواليه في زحمة، فصعب ان هو النيوكليوفايل يعرف ان هو يهاجمه بسهولة. ده هنا سولفيتد انايون او اللي هو النيوكليوفايل، ده هنا قلل من النيوكليوفيليستي، فصعب ان هو يهاجم الالفا كربون. overall يعني بتلخيص كده، all nucleophiles will be more reactive in a protic than protic solvents. يبقى اكيد النيوكليوفايلز هتفضل ان هي تكون بتتفاعل مع انو مع الابروتيك، اللي هي مش عامله لها رابط هيدروجينيه، مش عامله لها ايه، مش عامله لها عائق، مفيش عائق قدامها. لكن بروتيك صعب قوي. those species that were most strongly solvated in polar protic solvents will gain the most reactivity in polar aprotic. لو حاجه هتشتغل مع البولار بروتيك فهي اكيد هتبقى احسن حاجه مع البولار ابروتيك. البولار ابروتيك سولفنتس بتكون تيبيكلي اونلي يوزد وين البولار، يعني احنا امتى بنستخدم الابروتيك سولفنت؟ لما بنستخدم البروتيك ونلاقيه ما نفعش، وغالبا بيبقى مع ايه، مع نيوكليوفايل ضعيف زي الفلور، زي السي ان، زي الار سي او 2. لما بنفعل مع الحاجات دي ونلاقي مفيش نتيجه، نلاقي فمعنى كده ان النيوكليوفايل ضعيف، فاحنا بنحط ايه، بنحط ابروتيك سولفنت. طب كده قلنا كل حاجه بخصوص الاس ان 2. عرفنا النيوكليوفايل بتاعه، المفروض ان هو يبقى هل بيعتمد عليه ولا لا، عرفنا السبستريت درجته المفروض بتبقى عامله ازاي، عرفنا الليفنج جروب، عرفنا السولفنت، وبعدين فسرنا كل حاجه فيهم، وعرفنا ازاي نحدد النيوكليوفايل القوي من النيوكليوفايل الضعيف، ازاي نحدد ليفنج جروب كويسه او القويه اللي هي بتعتمد على الكونجكت بيس، ازاي عرفنا برضو السولفنت محتاجينه ابروتيك، وعرفنا اي ثينك ان كده كلهم. طيب دلوقتي هناخد دلوقتي برضو ايه بتاعه الاس ان 1، النيوكليوفيليك سبستيتيوشن رياكشنز بتاعت اليوني موليكيولر. دي بتتم على ايه؟ دي بتتم على خطوتين. ده هنا عندنا مثال، هنا التيرت بيوتيل بروميد مع الصوديوم ايودايد. هنلاحظ ان الالكيلات الثلاثيه اللي هي حواليها زحمه كده زي دي، هنلاحظ ان هي انرت او خامله في لما تيجي تتفاعل في حاله الاس ان 2، صعب قوي ان هي تتفاعل كاس ان 2 بالميكانيزم بتاعها. ليه؟ بسبب الستريك هندرنس في الباك سايد بتاع الالفا كربون، صعب قوي ان هو يعني يحصل بالاس ان 2. النيوكليوفايل هيهاجم ازاي؟ زي ما قلنا قبل كده ووضحنا. مع ذلك هنلاقي ان الترشري الكايل هاليدز ديت ممكن تخضع لايه؟ لنيوكليوفيليك سبستيتيوشن رياكشن، برضو تفاعل استبدال نيوكليوفيلي كوايت رابيدلي، ان هو هيكون بسرعه برضو بس بميكانيزم مختلف. هنسميه الميكانيزم المختلف ده نسميه اس ان 1 يوني موليكولر. بيعتمد على ايه؟ يعني هنشوف دلوقتي انه ايه بيبقى الفيرست اوردر كاينتكس. الريت بتاعه هيعتمد على حاجه واحده وهي الار اكس اللي هو السبستريت، مالوش دعوه بالنيوكليوفايل. فهنلاقي ان الريت اوف الريت ديبندز بالكونسنتريشن بتاع 1 رياكتنت اللي هو الالكايل هاليد، مالوش دعوه بالنيوكليوفايل. الجراف ده هنشوفه دلوقتي وهنشوف ازاي ان هو اتكون او ازاي ان هو حصل. بس الاوردر بتاع، لازم نبقى عارفين ان الاوردر بتاع النشاط في السبستريتس يعني بيحتاج انه درجه. عرفنا في الاس ان 2 ان هو مش عايز زحمه، يعني هو هيقول لي الزحمه يعني النيوكليوفايل مش هيعرف يهاجم، لان هو بيحتاج نيوكليوفايل في البدايه. النيوكليوفايل عشان يهاجم مش عايز يلاقي زحمه قدامه. طب احنا عندنا في الاس ان 1 عايزين نيوكليوفايل يهاجم من البدايه، لا النيوكليوفايل مش بيهاجم من البدايه. المركب في الاول بيتكسر، بيحصل الاول حاله الكسر بوند بروكن الاول، وبعدين النيوكليوفايل بيبدا ان هو يهاجم الكربوكاتاين لما بيحصل حاله الانترميديت. فهنلاقي انه ايه، هنلاقي الترتيب معاكس للاس ان 2 ازاي؟ يعني هنلاقي ان الترشري اعلى حاجه، اعلى من السكندري، اعلى من البرايمري، هنلاقي اعلى من الفينايل، اعلى من الفينل، اعلى من الميثل. ده الترتيب بتاعهم كده، بيحب الزحمه. الميكانيزم بتاع الاس ان 1 رياكشنز، الميكانيزم بتاع الاس ان 1 بيتم على خطوتين زي ما قلنا.
الخطوة الأولى إن بيطلع الأول الليفنج جروب، عشان كده قلنا إن إحنا محتاجين إيه ليفنج جروب حلوة، ليفنج جروب كويسة بتغادر بسهولة. كده هيبقى اس ان 1. تتكون الانترميديت، الحالة دي اسمها انترميديت اللي هي كاربو كاتاين، اللي هي الكربونة عليها موجب كده. طبعا بسرعة جدا رابيد عشان دي حالة عدم استقرار، فيبدأ إن هو لما نيجي نفعله مع الـ NAI نلاقي الـ I اللي هو النيوكليوفايد نلاقيه هاجم على طول ودخل، ونلاقي الـ PR ارتبطت مع الـ NA اللي كانت موجودة هنا كده، وكده كون الـ product. الـ reaction steps عنده خطوتين، في slow step في rapid step. في خطوة بطيئة دي اللي هي خروج الـ living group، دي بتبقى خطوة بطيئة وهي دي اللي اسمها rate limiting dissociation of alkyl halide forming لما بيجي يكون الايه الكربوكاتاين انترميديت، ده الكربوكاتاين انترميديت. الخطوه الثانيه اللي هي الخطوه السريعه اللي بيحصل رابيد نيوكلوفيليك اتاك اون ذا كربوكاتاين، بيحصل ايه؟ بيحصل هجوم سريع من النيوكلوفيل من النيوكلوفايل على الكربوكاتاين. لازم نلاحظ ان النيوكلوفايل is not involved in the slower rate limiting step، مش موجود كايه كريت ليميتنج ستيب، ريت ديترمينيتنج ستيب مش موجود فيها، مش هيعتمد عليها خالص. الخطوه الاولى اللي هي الريت ديترمينيتنج ستيب اللي هي السلو ستيب ما فيهاش النيوكليوفايل، ما فيهاش النيوكليوفايل زي ما كان بيحصل في الاس ان 2. في الاس ان 2 قلنا ايه؟ قلنا كان بيحصل سيمولتينيوسلي بيحصل بوند بروكن وبوند فورمد لما النيوكليوفايل بيجي يهاجم، فهو كان بيهاجم في البدايه في الريت ديترمينيتنج ستيب. هنا مفيش النيوكليوفايل مش موجود في الريت ديترمينج ستيب، عشان كده قلنا ان هو بيعتمد على ايه؟ على حاجه واحده وهي الار اكس. طب في هنا الاس ان 1 هنلاقي ان هو بيعتمد بقى على ايه؟ على 3 فاكتورز، مش زي الاس ان 2 قلنا كان اربعه، هنا ثلاثه بس. ليه؟ لان هنشوف دلوقتي بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على السبستريت، طبيعه السبستريت اللي هي الماده المتفاعله، بيعتمد على الليفنج جروب، بيعتمد على طبيعه المذيب. بالنسبة للنيوكليوفايل فهو غير معتمد عليه، independent of the power of the nucleophile، ملوش علاقة، النيوكليوفايل ممكن يبقى ضعيف ممكن يبقى قوي ما بتفرقش. طيب طبيعة المادة المتفاعلة هنشوفها دلوقتي كده، high substituted alkyl halides يعني الكربونات اللي عليها مجموعات كتير مستبدلة غير ال H form a more stable carbocation. احنا دلوقتي بنعرف بعد ما احنا عرفنا ان هو بيفضل الترشري، هنعرف ليه بيفضل الترشري، ويعني هنفسر بقى دلوقتي ليه هو فضل. يعني احنا عرفنا في الاس ان 2 عرفنا ليه هو فضل البرايمري عن السكندري عن الترشري، عرفنا ليه هو فضلهم بالطريقه دي، ده بالنسبه للاس ان 2. هنعرف بقى ليه اتعكست هنا، ليه اتعكست في الاس ان 1. في الاس ان 1 اتعكست علشان كل ما بيكون فيه كل ما بتكون ترشري او كل ما بيكون عليها مجموعات كتير، يعني زي دي كده عليها مجموعات كتير مرتبطه بيها سبستيتوينتس كتير، كل ما بتكون ايه؟ كل ما بتكون مستقره اكتر، كل ما لما تيجي تكون كربوكاتاين هيكون مستقر اكتر، بيكون اكثر استقرار، فسهل ان هو تمشي منه الاكس او الهاليد، سهل ان هو يمشي منه. فهنعرف نمشي اكتر بالميكانيزم بتاع الاس ان 1 ده غير الاس ان 2. زي هنا كده هنلاحظ ان هنا التيرشري اكتر ستيبل، هتكون مور ستيبل عن السكندري، اكتر من البرايمري، اكتر من الميثل. الاستابيليتي بتاعت الكربوكاتاينز طب بنعرفها هنا ازاي او ايه اللي بيفسرها؟ ليه طيب بيبقى مستقر اكتر؟ احنا عرفنا ان هو بيبقى مستقر اكتر كل ما كان ثالثي اكتر من انه ثانوي اكتر منه اولي. طب ليه كده؟ الالكل جروبس ديت ويك الكترون دونرز، يعني ايه؟ متبرعه قليله بالالكترونات اللي هي الالكل جروبس، فبتكون غير مستقره طبعا لما ايه؟ لما تفقد اي حاجه، لما تكون عندها ثلاث روابط بس فبتكون في حاله عدم استقرار، فمحتاجه ايه؟ محتاجه حاجه ان هي تزود بس من استقرارها شويه، زي مثلا ايه؟ الاندكتيف افكت، بنلاقي فيه هنا تاثير اسمه الاندكتيف افكت، كل ما بيزيد حواليها السبستتوينتس زي هنا زي القربون الثلاثيه بنلاقي حواليها في كتير، بنلاقي حواليها سي اتش 3 سي اتش 3 سي اتش 3 كترو، فبيكون في ايه؟ بيكون في دونيت او شيفت للالكترون دنسيتي، بيكون في كثافه الالكترونات بتروح اكتر ناحيه الكربون اللي هي الكربوكاتاين دي، فبيروح اكتر تجاهها، فده بيعوضها وبيخليها اكثر استقرار من اللي هي فقدتها. غير الايه؟ غير دي ما عندهاش، يعني ما عندهاش كتير، غير دي عندها واحده بس، غير دي ما عندهاش خالص اصلا.
طيب ال قلل الالايل والبنزايل هاليدز also react quickly مع ال SN1 ليه؟ علشان الكربوكاتاينز بتاعتها بتكون ايه؟ بتكون unusually stable للريزونانس بتاعتها. يعني هنلاحظ ان حالة الرنين اللي بتحصل ما بين الالايل دي، الالايل اللي هي بتبقى ايه؟ اللي هي بتبقى بروبينيل، بيبقى كده بيبقى في هنا ربطتين، الربطتين دي بقول ان في ربطتين بيعمل عدم يعني ايه عدم استقرار يعني المركب لو جينا نشوفه على الحقيقة على الواقع، ولا هو بالشكل ده ولا هو بالشكل ده، يعني ولا هو هنا ولا هو هنا، هو بيبقى مزيج من الاتنين مع بعض، او بيبقى في حالة رنين، حالة رنين على طول رايح من هنا لهنا. فلما حتى بنيجي نعبر تاني نعبر عنه بنعمل له شكل تاني غير الاتنين دول خالص، لما نيجي نعبر عن حالته الحقيقية ما بيبقاش باللوس ستراكشر كده. فبيبقى ايه ده هنا ده هنا برايمري الايل كاربوكاتاين. طبعا ايه قلنا ايه ان هو الاثنين سواء كان بنزايل او الايل بيزود اكتر من كونه اس ان 1، او بيزود اكتر من الاستابيليتي بتاعت الكاربوكاتاين. ليه؟ عشان حالة الريزونانس دي، عشان حالة الرنين اللي بتحصل. ده هنا سيكندري، ده هنا برايمري. ليه؟ لا برايمري علشان مرتبط بواحده بس، مرتبط بكربونه واحده. ده هنا مرتبط بكربونتين، هنلاقي ان في ار تانيه هنا بعد الاتش، فده سيكندري الايل كربوكاتاين. في برضه تيرشري. طيب بالنسبه هنا للبنزايل، ده هنا واحد بنزايل، بنلاقي ان في حاله رنين، الالكترونات عماله هنا تروح وتلف كده وتفضل تلف، فنلاقي الروابط مش مستقره في حته واحده، فحالة الرنين دي بتعمل استقرار اكتر للكربوكاتاين. طبعا لو هو سيكندري بنزلك هنلاقيه اكثر استقرارا كمان، هنلاقي الكربوكاتاين بتاعته اكثر استقرارا من الكربوكاتاين في الوان بنزلك، مع ان الاثنين مستقرين حلو قوي. طيب لما نيجي نرتبهم كده هنا، نيجي نرتب الاستابيليتي بتاعت الكربوكاتاينز بالنسبه للاس ان 1، هنلاحظ هنا البنزلك والالليك نلاقيهم اعلى حاجه هنا كده، التيرشري لازم يكونوا تيرشري، يعني كل ما كانوا تيرشري زي ما قلت هنا كده ايه في التيرشري الليك بتكون اعلى حاجه، بنلاقي بعدها الحاجات اللي هي السكندري، بنلاقي بعدها الحاجات البرايمري، وبنفضل نمشي كده لحد ما نلاقي الفينال والفين والفينايل والفينال والميثل، دول بيبقوا ايه اقل حاجه في الاستقرار، مش مستقرين خالص. زي الفينايل والفينال هنا ما عندهمش اي استقرار خالص، ار ان ستيبل. طيب هنلاحظ هنا انه ايه، هنلاحظ هنا انه يعني مترتبين كده بس دي متزاحه شويه، هنلاحظ ان الالكل متزاحه شويه كده، فهنلاحظ ان مثلا ايه يعني هنلاحظ ان الواحد هنا والواحد هنا مماثله للاثنين بتاعت الالكايل، الواحد الليليك والواحد بنزليك نفس الاستقرار بتاع الاثنين الكايل، برضو الاثنين بنزليك والاثنين الليليك زيها زي الثلاثه الكايل. التلاتة بقى بنزلك والتلاتة الليلك هنلاقيها أعلى، الاتنين مع بعض أكبر من التلاتة الليلك اللي هي اسمه الكايل. الفينل والفينايل هاليدز don't usually react by SN1 ولا ال SN2، اللي هو الاتنين دول مش بيتفاعلوا ولا مع SN1 ولا مع SN2. طب هي طبيعة النيوكلوفايل ده كده، تاني حاجة احنا كده عرفنا السبستريت، نعرف تاني حاجة وهي النيوكلوفايل اللي بيهاجم. هنعيد تاني، هنقول تاني ان هو ملوش اي تأثير خالص بالنسبة لتفاعلات الـ SN1 لانه مش موجود في الـ Rate Determining Step اللي هو لما بتخرج الـ Leaving Group، علشان يكون فهو بيخرج الـ Leaving Group وبنكون ايه بنكون بعد كده بيخرج الـ Leaving Group الاول، بيغادر الاول بعدها نكون الكربوكاتاين. طب الـ All Carbocations are very good electrophiles electron acceptors and even weak nucleophiles زي ال H2O والميثانول، يعني هما الكربوكاتاينز دي كلها ايه كلها يعني الكتروفيلات ضعيفه، فممكن الكتروفيلات ضعيفه زي الميه او الميثانول ممكن ان هي تتفاعل معاهم بسرعه على طول، مش محتاجه ايه يعني ما بنتاثرش قوي بحته النيوكلوفايل دي، مش عايزينه بالنسبه لل SN1 مش عايزينه قوي، ما بتفرقش قوي ضعيف مش بتفرق قوي. زي مثلا في التفاعل اللي هنشوفه دلوقتي، التفاعلين في ال SN1 هنلاقيهم ايه بيتموا بنفس يعني نفس السبستريت هنا، في اختلاف ان النيوكليوفايل بيتموا بنفس الريت، بيتموا ايه بيتموا الاثنين بنفس الريت، قلنا هنا ايه قلنا ان سيم ريت since only the difference is in the nucleophile.
the nature of the living group بقيت حاجة بتعتمد برضو عليها طبيعة المادة المغادرة. طبيعة المادة المغادرة في الـ SN1 هنعرف برضو، يعني احنا عرفنا ان هو ايه، ان هو عايز good living group، عايز جروب بتمشي على طول علشان يكون الكربوكاتاين، لان هو بيتم على خطوتين الـ SN1. طيب the better the living group الـ faster، كل ما يكون الـ living group احسن، كل ما يكون كل ما هيتكون كربوكاتاين اسرع، and hence the faster will be وهيكون SN1 الريت بتاعه هيزيد، او اللي هو هيكون اسرع بالنسبه لل SN1 هيفضله اكتر. الليفنج جروب ديت بتبقى غالبا سالبه، بتبقى نيجاتيف تشارج. الجروب اللي عندها ستابلايز او النيجاتيف تشارج ار ذا بيست ليفنج جروبس، بتكون احسن المواد المغادره اللي بتكون نيجاتيف تشارج. ذا ويكست بيسز ار ستيبل از انايونز اند ار ذا بيست ليفنج جروبس. الويكست يعني اضعف القواعد في الاستقرار الاوليه، الانايونز دي بتبقى احسن الليفنج جروبس. قلناها برضه قبل كده، وقلنا قبل كده ان هي بتبقى ايه اللي هي الكونجيجيت بيس. الكونجيجيت بيس بتاعت الاسيد قوي، بتاعت سترونج اسيد، دي هتكون ايه ويك بيس اور ريدلي، بتكون ايه، بتكون يعني حاجه كده عايزين نعرفها، حاجه عايزين نعرفها انه السترونج اسيد اللي هو بيكون لي بعد كده لما بنشيل منه البروتون بيكون كونجيجيت بيس، ده بتبقى الكي اي البي كي اي بتاعته بتكون قليله. يبقى السترونج اسيد بي كي اي قليله، السترونج بيس بقى او اللي هو ويك اسيد بتكون البي كي اي بتاعته بتكون عاليه، علاقه عكسيه يعني، كل ما بيزيد قوه الحمض كل ما بتقل البي كي اي، كل ما بتقل قوه الحمض كل ما هيزيد البي كي اي. وطبعا ده هيبقى اسمه ايه، هيبقى اسمه الويك كونجكت بيس، لان اللي هو ايه لما بنشيل البروتون بتاعه بيبقى اسمه ويك كونجكت بيس. هنلاحظ هنا انه ايه، ان الجود ليفنج جروب بتكون عندها قيم البي كي اي بتاعها بتبقى قليله، زي الجود ليفنج جروبس دي كلها كده، الايودين والبرومايد والكلورايد والسلفونيت والووتر، هنلاقي ايه ان هي كلها جود ليفنج جروبس، وهنلاقي البي كي اي بتاعتها قليله. ليه؟ لان الكونجكت بيس دي الكونجكت بيس بتاعتها اللي هي الايودايد، وهنا البرومايد والكلورايد دي الكونجكت بيس اللي هو لما بتسيب الهيدروجين اللي هو الاسيد، يعني مثلا الاسيد بتاع ده كان اتش اي، لما شيلنا البروتون اللي هي الاتش الموجبه طلع لنا الكونجكت بيس اللي هي الاي، فدي هتبقى جود ليفنج جروب لان هي طالعه مشتقه من حمض قوي، البي كي اي بتاعته سالب 10، وهكذا بنقل او بنزيد، كل ما بنزود البي كي اي كل ما بيبقى باد ليفنج جروب، كل ما بيبقى ماسك اكتر. احنا عاوزينه بالنسبه للاس ان 1 قلنا عايزينه ايه، عايزينه جود ليفنج جروب، عايزينه بيسيب بسهوله. طيب ال اي هيبقى حلو، هيبقى حلو قوي. ال او اتش طبعا قلنا ايه، هتبقى بور او اللي هي ماسكه جامد. الناتشر بتاع السولفنت، عايزين دلوقتي نعرف بقى ايه طبيعه المذيب، طبيعه المذيب ده احنا عايزينه ازاي. السولفنت قلنا ان هو ايه، مش هيأثر قوي الا لو في حاله الايه، لو في حاله الانترميديت ان هو مشحون، الانترميديت اللي هو الكربوكاتاين. النيوكلوفيل طبعا كون ان هو هيأثر على النيوكلوفيل او ان هو هيدوب النيوكلوفيل حلو او هيدوبه مش حلو، ملناش دعوه، لان ده ايه، مش النيوكلوفايل اصلا مش بيأثر على تفاعل الاس ان 1. طب البولار سولفنتس اللي هي البروتيك والابروتيك بتكون ايه، ويل سولفيت وهتدوب وستابلايز التشارج ترانزيشن ستيت اللي هي مش ترانزيشن بقى، اللي هي الانترميديت اللي هي الكربوكاتاين. لورنج الاكتيفيشن انرجي، بتقلل من طاقه التنشيط، اند اكسلريتنج اس ان 1 رياكشن. الاثنين يعني، هنا قلنا احنا لو نفتكر كده في الاس ان 2 قلنا ايه، قلنا ان هو بيبقى محتاج ماده ابروتيك، ابروتيك علشان ما تكونليش روابط هيدروجينيه مش عايزينها. هنا ما بتفرقش في الاس ان 1 يكون بولر بروتيك ابروتيك مش فارقه، الاثنين عادي، بس النون بولر لا، النون بولر ما ينفعش، دونت لور ذا اكتيفيشن انرجي ما بينفعش اصلا، مش بيدوب، فاصلا مش هيعمل اصلا اس ان 1 او هيعمل ريلاتيفلي سلور. الريلاتيف ريتس بتاع الاس ان 1 رياكشنز تو دو تو سولفنت افكتس ار جيفن. هنا نلاحظ هنا الايثانول، يعني ايه، كل ما يعني كل ما بنخفف اكتر، كل ما بن قصدي كل ما بن يعني كل ما بنخفف اكتر كل ما بنزود الميه اكتر هو اقوس، هنا 40%، فهنا ليه هنا بيزيد اكتر، يعني بيزيد اكتر هنا الريت اوف رياكشن او بيزيد اكتر كده، لان بيزيد البولاريه، الميه هنا اعلى في البولاريه، فلما يبقى كله H2O هيبقى اعلى 100 مره، غير لو هنا واحد ده هنا اعلى منه 100 مره، ده اعلى منه 14000 مره، ده اعلى 100 مره، لان هو كله بولر
واحنا عايزينه بولر، احنا مش عايزين نان بولر خالص زي ده، مش عايزين نان بولر، احنا عايزينه بولر. بروتيك او ابروتيك ما بتفرقش. السولفنت بولاريتي بتكون يوزوالي اكسبريسد باي الدايلكتريك كونستانت. غالبا البولاريه بنعبر عنها بالصيغه الفيزيائيه دي اللي هي اسمها دايلكتريك كونستانت، اللي هي بتتقاس بايه، بقدره المذيب ان هو ايه، يبقى عازل كهربي، ان هو يبقى الكتريك انزيوليتور. البولار سولفنتس بيكونوا ايه، مذيبات القطبيه، بتكون جود الكتريك انزوليتورز، علشان الدايبول اللي هو الاقطاب بتاعتها بتكون مربوطه بايه، بتشارجد سبيشيز. الدايلكتريك كونستانتس اوف سم، في هنا بعض الدايلكتريك كونستانتس بناخدها في الجدول ده كده، زي هنا الهكسان، البنزين، الدايثليثر، الكلوروفورم، كلها عندها ايه يعني قيم صغيره، الا لما نعلى شويه عند المواد دي كده هنلاقيها كبرت شويه. دي في الابروتيك سولفنتس، دي في البروتيك سولفنتس، هنلاقيها بالشكل ده كده. الري اكتيفيتي بتاعت الالكيل هاليدز، هنلاحظ هنا انه ايه، ده هنا الهاليد تايب ممكن يبقى برايمري، اللي هو اي هاليد، اي الكيل هاليد عندنا ممكن يبقى برايمري، ممكن يبقى سكندري، ممكن يبقى تيرشري. طب عايزين نعرف هو هيتفاعل مع انه فيهم. طيب لو هو برايمري اكيد مش هيتفاعل مع الاس ان 1، الاس ان 1 قلنا عايزين زحمه، عايزين تكون تيرشري. لكن لو تيرشري هنلاحظ ان هي ايه، فيفورد باي نون بيسك نيوكليوفايلز ان بولار سولفنتس، هنلاحظ ان هو ايه ماشي، هيمشي بالاس ان 1 مع الايه، مع البولار سولفنتس. طيب بالنسبه للاس ان، بالنسبه للبرايمري هالايد اكيد هيمشي مع الاس ان 2، لان الاس ان 2 قلنا مش عايز زحمه، فالبرايمري ما فيهوش زحمه خالص، فهيكون هايلي فيفورد، هيفضلوا جدا الاس ان 2. السكندري هنا ممكن ان هو يحصل في الاس ان 1، ممكن ان هو يحصل لو ايه، لو هنا بولار سولفنتس، لو في ايه، لو تحت ظروف الذوبان بتاعته اللي هو بولار سولفنتس كويسه يعني. الفيفورد باي جود نيوكليوفايلز، هنا ممكن ان هو برضو الاس ان 2 تفضل السكندري هالايد لو ايه، لو في نيوكليوفيلات كويسه او نيوكليوفيلات حلوه وايه، وبولار ابروتيك سولفنتس، والابروتيك سولفنتس المذيبات القطبيه تكون ابروتيك. الترشري هنا قلنا ايه، هنا قلنا ما بيحصلش اصلا، صعب قوي ان هو يحصل، يعني النيوكليوفايل مش هيعرف يهاجم هنا، لكن هنا بيفضل طبعا الترشري الاس 1، قلنا ان هو بيفضل الترشري هالايد. ليه قلنا بيفضله؟ علشان بيكون اسرع، او بيكون كاربوكاتاين مستقر اكتر طبعا، للايه، للاندكتيف افكت. ده اخر حاجه هنا، بنشوف هنا كل حاجه بتاثر ازاي، الاس ان 1 بيتاثر بايه، او مدى التاثير بتاع كل حاجه. السولفنت هنا هيكون هنا فيري سترونج بالنسبه للاس ان 1، وعايزين يكون بولر، ما بتفرقش بقى، مش ما بتفرقش يعني بروتيك ابروتيك ما بتفرقش، هنا سترونج افكت بس عايزين يكون ابروتيك سولفنت. النيوكليوفايل هنا ملوش هنا تاثير مع الاس ان 1، النيوكليوفايل قلنا ملوش تاثير، مش يعني قوي ضعيف ما بتفرقش، لكن النيوكليوفايل مع الاس ان 2 احنا عايزين نيوكليوفايل قوي يهاجم كويس. الليفنج جروب قلنا هنا محتاجين في الاس ان 1 محتاجين ليفنج جروب حلوه تمشي على طول عشان نكون الكربوكاتاين على طول، عشان نكمل التفاعل بتاعنا على طول. لكن هنا في الاس ان 2 بالنسبه للليفنج جروب احنا عايزين بور ليفنج جروب، دي هنا المفروض هنا بور، بور ليفنج جروب بالنسبه للاس ان 2. السبستريتد ستراكشر عايزين هنا كل ما بيكون يعني ثالثي اكتر، كل ما بيكون تيرشري اكتر، تيرشري الليك، تيرشري بنزليك، او تيرشري اي حاجه تيرشري بتكون بيفضل اكتر، وليها تاثير قوي، دي سترونج افكت، ودي برضه سترونج افكت، ودي سترونج، بتكون بتكون احسن. بالنسبه بقى للاس ان 2، كل ما تكون برايمري اكتر، كل ما تكون برايمري برايمري الليك برايمري بنزليك، بيكون هيفضل التفاعل اكتر ان هو يمشي بالاس ان 2، ودي ليها برضه سترونج افكت. بكده الحمد لله كده خدنا كل تقريبا حاجه وكل الفروقات ما بين الاس ان 1 والاس ان 2، عرفنا ايه هي كل الحاجات اللي في حيثيات التفاعل، عرفنا النيوكليوفايل والسبستريت والليفنج جروب والسولفنت، عرفنا مدى تاثير كل حاجه فيهم بتبقى ايه ازاي، ونتنبأ هل هو ممكن يمشي اس ان 1 ولا اس ان 2، عرفنا قوه النيوكليوفايل ازاي نحددها، قوه الليفنج جروب ازاي نحدد هي كويسه ولا لا، عرفنا السولفنت اللي هو الابروتيك والابروتيك. يا رب نكون كده يعني عرفنا ان احنا نجمع الحاجات دي كلها، او نكون يعني ايه لخصناها تلخيص حلو يعني.
كل الحاجات الخاصة، ونكون عرفنا نفرق كويس ما بين امتى يكون اس ان 1 اس ان 2، نكون عرفنا كل الفروقات اللي بينهم. واستنوا ان شاء الله في فيديوهات قادمة.